ما نقراش وشي نروح ندريا. تاك مشغول؟ علاش؟ انا ندير فيك سبوزي دوك غير الخير. نفيق لك تحبي تقولي لي شي حاجه. راني مطلقة على سليمة. وش بيها؟ بالعكس هاد اليوم تاني نشوف فيها فرحانة نهار كامل وهي تضحك، وكي نقولها وش بيك تقولي تفكرت واحد الحكاية. باين عندك بزاف ما شفتهاش. معلاش وش كاين؟ كنزة قالت لي راهي غالقة على روحها في بيتها وكل يوم تبكي. لمتنا كامل كيما فكرناش نداوها. صح وقيل عندها الحق. هي عمرها ما شكات، وراني متأكدة بلي عمرها ما فكرت في حاجة كيما هادي. على حساب كنزة دارت حاجة جديدة في حياتها وهي اللي خلتها تبدل. وش بيك ساكت؟ وش تحبيني نقولك؟ ما انت على بالك وش كاين؟ انا ما سقسيتها وهي ما قاتلي. بصح حسيت بلي كانك شي وحده وشاغل بالها. على بالك شكون؟ انسان واحد يدخل دارنا وعرفنا هو خالد ولد عمي. انت كاش ما لاحظت من جهته؟ لاحظت بلي مهتم بها بزاف، وتاني شفته نهار مد لها النيميرو ديالو، ومن هذاك النهار وسليمة حكمة تليفون. يعني هكا تحب تجي كل ما نعرضوها؟ وين راه المشكل؟ اذا هادشي خليها تولي فرحانه ماذا بينا احنا؟ ما عندنا علاه نخافو، راهي في وسطنا. الدنيا يحبها. اه شكون شاف؟ وبالك هادي الحاجه اللي خلاتها تحوس الداوي. مسكينه. المشكل ماهوش هنا، يظهر لي روحه بيحبس معاها. هي اللي قاتلك وهضرتي معاها؟ حتى هو ما نقدروش نلومه، ما نقدروا نزافوا عليه. ماني فهمته، واحد كيما هو ما يقدرش يبني علاقه مع وحده كيما سليمه، وتاني من حقه يعيش. واش تحبينا نديرو دوك؟ حتى لو كان بداو معاه العلاج ريزلت راح يطول باش يخرج، يقدر ياخذ حتى عوام. و ما تساعدناش حنايا، حالتها تبقى هكذا مسكين. انا نقدر نعاونها، نشوف واش ندير معاه. برك نتاكد بلي يحبها ويصبر عليها بيد ما بانوا النتائج. مادام ما قال لي والو ما نقدرش نهضر معاه في هذا الموضوع، وحتى انتيا حنا اللي علينا نديروه. لازم نقربوه لينا باش يحس روحو بيا معانا، ومن بعد زيد تبان الامور. خلاص تعيط له عرضو العشاء وانا نروح نجيبها. نعيط له دوكا؟ الو وش راك خويا خالد؟ هادي غيبه. صح مهدي، وش راك تايا؟ وش راهي يماك؟ لا بس الحمد لله، قالت لي يما عرضو يجي تعشى معانا. ولا يعطيك الصحة. وسامي يكون تماك وتجيب لنا ليفيم كيما العادة، سهروا بيهم. ما كاش مشكل، دوك نعيط له يجي. وتاني هو حاب يشوفك، وسليمة تكون معانا هنايا. راك تعرف يما كي تعرض، تعرض بالقرو. نقول لك حاجة، خلوها المرة الجاية، عندي خدمة بزاف تستنى فيها، لازم نعطيها الرياض غدوة إن شاء الله. سينو راك تعرف يزعف عليا، وأنا ما رانيش حاب ندير معاه مشاكل. ما تقلقش روحك على خالي رياض. شوف، أنا ما نحبش يقول بلي راني نتخبى بيكم باش ما نديرش خدمتي، راك تعرف. قلت لك ما تخممش على رياض، أنا نهضر معاه. معليش، نخلوها المرة الجاية. كيما حبيت، خذ راحتك. هاي يبقى على خير. هاي يبقى على خير.
ما يجيش؟ ما يقدرش يجي. شفت؟ كيعرف بلي سليمة راهي هنا ما حبش يجي. ما قام ديري والو في بالك. خلاص انا راح نخليك تكمل خدمتك ومن بعد نهضروا. صحة مهدي، والله غير اسمح لي. شوف ما غدش نجي هاد المرة، بلغ الله سلام في بلاصتي ولا تسمح لي بزاف. المرة الجاية إن شاء الله هكذا. هيا مات الله في روح. هيا بقى لا صح صح. واش رياض؟ رياض نسيت بلي انا المدير ديالك. كيف حبيتني نعيط لك هنا سيدي المدير ولا سيريا؟ ما تعيط ليش، خدم خدمتك برك. هذا ما كان مع بشر. مالا صحة سيدي المدير. شي مزيان انت غير بالعرضات برك. لازمش نفكر في هاد الشيء. على بالي بلي راح ترفض ونخسرها ونخسر راشيد وكل العائلة. تاع مالاد ما راكش تشوف بلي ياسمين طولت. انا ما نقدرش نخدم في بلاصتها. خك عارفه راهي مريضة وتت لا كونجي د مالادي. دوك نعيط لها نشوف وقتاش تجي. اهلا ما كان لها طيط الى شغل وتبدا وحده جديده. على ما ترجعش. ما ترجعش قلناش ما ترجعش. واش نغدوا تبدا وحده جديده في بلاصتها؟ خاطرش جاب لي ربي راهي تسبب ما راهيش مريضه. مانيش عارف واش راهي بالك صابت خدمه واحده اخرى وكيف فاصون خلينا منها. مي ما تعيط لنا. ما تستاهلش نعيطوا لها خاطرش راحت بلا ما خبرتنا. عندك الحق ماشي من الادب تروح بلا ما تقول لنا. واذا كانت هي ماشي مأدبه علاش حنا لازم نكونوا مأدبين معها؟ خلينا الله يعيشك. كاين بزاف اللي حوسوا على خدمه
وغدوه وحده تبدا جديده هذا ما كان ان شاء الله. حقا قول لي هذوك دار الايتام اللي شفناهم عيطوا لك؟ لا مازال كاش ما يكون حاجه جديده يعيطوا لي. هلا خلصوا دراري يخمط لبنا والو طفل ولا طفله ومهما كانت صيفتها ندوها رمي يديروا فلونكات علينا برك ومن بعد يعيطوا لنا. بصح طولوا زعما كش ما لقاو واش نحيا الحاجه اللي تخليهم يشكوا بلي حنا ماشي قادرين على المسؤوليه. بالك ديكوفروا فيك ما تعرفيش طيبي. مالك يا جمال يا قلت لك نتعلم. ما تقلقيش روحك هما يحبوا ياخذوا وقتهم هذا ما كان. با انا نخليك عندي لي مالادهم يستناو فيا. قوم بعدي مالاتي. نرقد انت مازال؟ لا مازال شويه. واش راكي مقبل وانت تخزي في التليفون؟ واش ما كتسناي والو؟ شكون راح يعيط لي هاد الوقت وش بيك؟ خلاص مالا بونوي. ليله سعيده. واش خالو لك رايح المكتب تاع رشيد؟ اه علاه نجي معك. عمري ولا شفت المصنع. وخدمتك؟ ومن بعد راح خدمتي رياض والمحاسب راهم في مهمه. بصح هذا ما يمنعش انك تخلي خدمتك. ما يمكن نكون تما ما عندي ما ندير. ما عندكش واش دير؟ علاه عم يخبوا كاع الملفات اللي فيهم الحسابات. اكيد يخبوهم على خاطرش على بالهم اللي راك تخرب في الملفات. خلينا منهم. قولي رانيا تعرفها؟ خدمت مع هديجة. شكون رانيا؟ وش داك لرانيا؟ وين تعرفها انت يا رانيا؟ علاش راك تحوس عليها؟ اشي مهم تعجبني بزاف. خالد وش هاد الكلام؟ واش وصلك رانيا؟ تعجبني بزاف خالو. شفت هذيك نهار كي جات البيرو تاع رياض وهادي حتى دوكا باش تبان. صح عارف باللي سليمة عمتها. راني عارف واش بيني وبين سليمة ما كان والو. تليفون برك تليفونات برك. وما تقوليش كاين تليفونات كذلك مع رانيا. راني نعرفك. شوف نشوفك تكلمت معاها ولا شي كيما هكذا راح نقول باباها كلش. دبر راسك. وإذا هي كلمتني؟ يا خالد يا وليدي خطيك من هذه اللعبة بعد على النار تحرقك. سليمة عمت رانيا ولو حس رشيد أو غيره أنك تلعب على الحبلين تخلصها غالية. أنا نعرف مليح رشيد وحتى رياض. دبر راسك. وحليمة؟ حليمة بيقدروا يتسامحوا في كلش إلا في الأمور العائلية. ولو عرفوا أنك تلعب مشاعر سالمة ثم راك تحوس على رانيا والله ما يسكتوا لك حتى ولو رانيا قبلت بك. وراني متأكد باللي ما راهيش عارفة على الموضوع تاع سالمة. صح قلت لها؟ وش أقول لها؟ ما كان والو بيناتنا مجرد كلام رسائل. وزيد ما قلت لها والو ولا وعدتها ولا وعدتها بشي. مجرد أوهام برك. أوهام؟ أوهام تلعب مشاعر البنات وتقول لي أوهام. شوف أنا نعطيك فرصة واحدة. يا وغير عاود حساباتك فهمتني؟ ودير في بالك
ما رانيش خايف على سليمة ولا راني أبرك، خوفي الكبير راه عليك انت، ولو كان يفيقوا لك راه واحد ما يتسامح لك. هاك تسمع فيا، شوف فيا كي نهضر معاك. راني اسمع فيك. ما لا غير عاود حساباتك. قلت لك نجي معاك. يوم ما تجيش معايا. شوف انا اليوم راني في المصنع وما نحبش نشوفك لتما، وراح نهار واحد اخر ما نكونش وما نعاودلكش الكلام. معليش ما نزعفكش اليوم، المرة الجاية نشوف. ماما هاي ريحي معايش. السمانة الجاية ما نقراش، واش تقولي كان نخرج شوية على أرجي؟ وين حبيت نروح؟ مدام خو عمو حكيم هو مريض وانتي حبيتي تزوره، نروحوا لعائلته ومن بعد نروحوا لدار صاحبي الرابع نوري الكيما شحال هايل. ومدام ما عندهم شوية دراهم قلت له كنت مدي لهم انتي شوية، انا ما جايش نعطي لهم، ولو كان جاي من عندك خير. ومع الاخر كاع نوري لك دار وين يخدم بابا صاحبي، بزاف هايله دايرين سجر تاعهم كيما تاوعنا وغارسين الورد كيف كيف، وهذوك سجر تاني كيف كيف. تقولي نخرجوا من العاصمه وحابني نروح من دار لدار. ماشي لازم نباتوا، نقدروا نريحوا معاهم شويه بعد نكملوا تحواس تاعهم. حتى انا لازم نروح نشوف خو حكيم، هاليا متو يروح بزاف للبلاد وخو يكون مريض بزاف. وكي صاحبك ما عندهمش علاه ما قلتليش من الاول؟ ياك على بالك بلي ندور معاه في لافاك، جامي بين لي ولا قال لي على حالته. نهار رحت معاه لدارهم شفت كيفاش، شفت المعيشه اللي معايشينها مساكن، بصح ناس كرامه تهلاو فيا وحطوني فوق راسهم. هيك كتر خيرهم، ما عندهمش وما يشكوش، على بالهم الشكوى ربي سبحانه. ما نتفاهم عمو حاكم كتاش نروح؟ خلاص نقولوا له. تحب انا نقول له؟ خليها انا نقول له، عشية كي نروح عنده لوزين تاع رياض نهضر معاه، وتاني نشوف خالد كيفاش راهي العلاقة تاعو مع سليم. لأن الحكاية هادي ماني فاهمة فيها والو. النهار اللي كانت عندنا سليمة ما حبش يجي، خلط لي كامل الحسابات. انا حبيت نهضر معاه بصح خفت سليمة تزعف. الله ما على بالي واش ندير. هو هضر معاها على حساب كنزة ما عاودلهاش. واش راهي راهي مليحة؟ بدات تقبل في الأمر، هذا لو مقلقني. هي تحس بالنقص وتتألم وحدها. واش راهي راهي مليحة شوية؟ لا مسكينة، شحال من خطرة ديري لها رونديفو عن طبيب مع الأخر طونيولي. إيه قاتلك مازال يا اخي، هي الاولى اللي هضرت مع رشيد ولامتنا كامل، ودرك هي اللي تتهرب. مسكينه خاف الطبيب اللي كان يقطع لها الياس وتزيد تفقد الامل باش يولي لها خالد. والحل حتبقى هكذا؟ عشيه كي نروح عند خالد نهضر معاه. لا لا ما تهضرش معاه، مانيش حابه يعرف بلي على بالنا. انا ندبر راسي. خلاص نوصلك. نعيط لعمو امين وقول له اذا ما كاش خدام يديني سوق شويه قبل ما نجوز ريزان. الو وي واش راك عمو صافا؟ ياك ما راكش مشغول؟ انا قلت له كان ديني سوق شويه قبل ما نجوز الاكزامان تاعي. يا بيان يعطيك الصحه. قال اخر صح؟ قال لي اه. قلت لك انسان هاي جامبي قلت له حاجه وقال لي لا.
مهدي اش رايك؟ بابا اصبر اسمح لي كملها لاباس الحمد لله تشوف رياض ما كانش يخرج مع الكونطاكت يطولوا بشي شو؟ والله ما راني عارف هو ما يقول لي على قد يخرج ما يقول لي على قد يرجع اكتب لي مازال ما واش عجبك الحال في خدمتك تحب الصح قاسب وين نروح نخدم نروح خليني نهضر معاه مش راح تقول له وزيد راح يقنعك باش يشوفني بلي انا اللي غلط وانا انسان مشي تعتيق ما رانيش حاب يعبر لك راسك عليا وتاخذ نظر عليا انت وتعطاها لي ما بلي انا انسان مشي مليح نعسكم بزاف وما رانيش حاب نخسركم يا خالد ما خلطوش الامور العائليه مع الخدمه قلت لك هذا خالي وانا نعرف فاش نهضر معاه يطول لا راح تستناه في باطن معليش ريح شويه من بعد الراحه هاي امشي على بالك كنت حنجي معاه سليمة من بعد ما حبيتش تجي واش جيت دير لهنا في لوزين نجي باش نضر بيها شويه لهنا ماشي مشكل هذه ماشي كاع فكره تجي تدور بيها هنا في لوزين انا فرحان بزاف على جا سليمة علاه غير الخير واش كاين راح تبدا تداوي سي فور بوسيبل تولي تمشي ديتوها عن طبيب مازال صايم ما هدرت معاه وقال لها بلي تقدر تمشي ما تدري يا علاش ما قاتلكش ما رانيش معاه كونتاكت هدرت معاه زوج ولا ثلاث مرات هذا ما كان وزيد وانا علاش تقول لي راك تقولوا بلي نتوما مازال ما ديتوهاش عند الطبيب يعني فور بوسيبل طبيب يقول لكم بلي كاين صعوبه في الحاله تاعها باش تبرا معليش واش تقولوا كان جيت عشا معنا شي ماشي اليوم سمح لي واش تقول غدوه ان شاء الله وحشت يما اوه كوجا مهدي قالو صافا كوجا كملا صافا الحمد لله بيا صافا لاباس واش ندير انا خليت البيرو وحدو الفوق غلقت البيرو وهذا ينهبط مع مهدي باشير ما جاش معاك واش راه عليك في باشير باشير شغلك خليته برا باشر تلاقوا غدوه في داركم ان شاء الله ايا باي واش راك صافو حليمة واش راك الحمد لله واش قال خير واش جاب جيت نشوف عمو حكيم مسحقه حكيم خرج عنده خدمه برا بلاش واش صح شاف تهضر معاه هكذا سمعت بلاك جايبها مورا هايتو هو اللي قالك عباك علاش يهضر معاك هكذا باش يبان بلي مسكين ومحقور لا لا ماشي هو اللي قال ليه سليمة تصير لكم اشكالها علاش يعرفها اوبا وين يقدر يشكلها عباك بلي يجوز نهار كامل معاها في التليفون على كل حال كان على حسب ما يحكي لي كونطابل قال لي ماهوش يهضر معاها بزاف هاد اليامات هم دورها انترنت انترنت عمري ولا شفت سليمة كونيكتي علاش لا لا تقدر بصح خالو ماشي هكذا راك غالط بزاف في حقه وثاني واش دار له شوف ما دار لي والو بصح ما نحملوش وما ساق حتى واحد يدخل روحه في راي المهم خلينا هاي طلعوا البيرو نستناو حكي وقال مازال باش يجي هاي هاي وري لك لي مود جديد تاع السلعه اللي جابوهم احكي لي على لافير هذيك تاع اروح صباح وانا نقول لك راكي مليحه مانيش دايره بزاف مكياج نخاف يحكموا على المظهر وما يحبوش يمدوها لنا جوستمون
كنت حنقول لك لو كان تزيدي شويه مكياج. صافي مانيش مليحه خلاص نحن نبدل. واحدي راكي شابه راكي تهبلي بصح الوقت ها هلك. وهنا اليوم وعلاش لا جاو شافوا الدار وبيتها راهي واجده. لو كان ما نعرفش نقوم بيها لو كان كاش ما يصرى لها ايماجين شرق نشربها الحليب. سمعنا ما نعرفش نشربها. على بالي انت يا غدوه تروحي للخدمه وانا اللي نبقى معاها. غير هذه لا فهمنا هذه الطفله بنتنا كيما كامل النساء اللي يولدوا تدي كونجي ماتيرنيتي 3 موا حتى تكبر شويه. عافية يا راني موافقك. هاي 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 الطونوبيل. الو او واش كنتي تسنى فيها نعيط لك؟ صحة مهدي. لا انا رفضت بلا ما نشوف شكون. بصاتي وحشناك عندك بزاف ما جيتيش. انا قاعدة معاك نزا ما نحبش نخليها وحدها. تحبين جوز نديك عشية؟ لا مهدي خلي غدوة إن شاء الله. خالد وجاي تعشى معنا اليوم وكل ما يجي لقاك معنا هنا. خالد يجي تعشاتكم هو قالك؟ لا حبيت نقول على باله بلي راني جاية. ما قاليش ديراكتومون بصح فهمتها وحدي. كيفاش فهمتها وحدك؟ شحال تحوسي تفهمي ياك على بالك بلي نفهم كلش. خلاص مهدي غدوة إن شاء الله. يبقى على خير. صح هاد الابتسامة عندي شحال ما شفتهاش. واش خالد عيط لك؟ لا عيط لي مهدي. أما العشاء هاد الابتسامة؟ غدوة عرضني العشاء وخالد يجي لتما. وخالد ويطلب منه باش تكوني؟ لا ما على باليش. معليش أنا نروح نكمل شغالاتي ونخليك. صح كنزة ما تطوليش أرواحي ديلي. اهلا مهدي واش حالك لاباس؟ واش راك عمو صافا؟ قال لي رياض بلي بحوس عليا كنت في البلاد رحت في الليل وجيت اليوم الصباح هكذا باش ما نغيبش من الخدمه بزاف. ماشي مشكل وكان تغيب يا اخي. قالت لك يما دير في بالك شغلك خدام عند روحك. كثر خيرها رحم الله من عرف قدره. سحقيتك في واحد المهمه غير الخير واحد الحاجه بزاف مهمه. راني جاي. اهلا محمد واش راك شويه لاباس؟ قالوا لي خرجت في العمره في الحج. خويا هذه المره الحمد لله هذا شحال وحنا نديروا لكم يا خويا. مبروك عليك. الله يبارك فيك يا خويا عقبك ان شاء الله يا رب. انا عندي خدمه نكملها. ربي يعاونك نتلاقاو ان شاء الله. مهدي حكيم اهلا بك واش حالك؟ واش راك؟ بالسلامه. صافا بخير مليح لاباس؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله صافا. واش مهدي؟ انا قلت انا ويما كنا تخرجنا شويه من الجي انا حابين نحوسو وهذيك يال تما نروحو الشرق باش نشوفو اخوك اللي راه مريض. لا مهدي خويا لاباس ارتاح الحمد لله كثر خيرها. يا ريحو يا ريحو. عمو حكيم نعم حبيت نقول لك واحد الحاجه بصح ما تضحكش عليا. خير ولا تقول مازالو شايد في الافكار ديالو. انا قلت لو كانت ديما ونخدم بابا ترابع باش غنوري لها دوك السجار اللي مغروسين كيما تاعنا وعلى بالي بيتفكر تفكر الجنان تاعنا وخليها لها مفاجأة بالك تقول لها يا خي. مهدي الجنان هنا والله اللي رام كيف كيف يريحوا مادام مغروسين بالشجر والنوار. على بالي
بصح ماشي مهم. انا حبيت نخرجها شويه تبدل على خاطرها، على خاطر على عمو هي غلق على روحها في الشنبره، وتاني باش تعرف بلي تبدلت بزاف. انا فات خيرت، فهمت بلي لازم انا نحرص عليها باش تعاود حياتها. مهدي، حياتها معمره بوجودك وجود عائلتها، وهي ما راهيش تخم في هذا الشيء اصلا. لازم نخليها تفكر فيها. وانت واش رايك في واش؟ واش بيك عمو حاكم؟ وقيل ما راكش معايا، وعدتها باش نخرجوا وغيروا الجو وهي راهي موافقه. ومادام حابين تخرجوا، هل ما تروحوش تسافروا هي بس في الخارج؟ هذه خليها في لي فاكونس. انا قلت له كنديها للشرق شويه باش نوري لها دار صاحبي الرابع ونعرفها بها. انا ليا ما كان له على اساس انها طريق الشرق شويه ولا صعيبه ولي زاكسيدون في الطريق. خليوها مره خلاف ونروح. معليش ناخذوا حذرنا في الطريق ونسوقوا بالعقل. خلي مره خلاف يا مهدي. وش بك عمو حاكم؟ راني حاسك شغل ماكش حاب تديله. نقول لك الصح، خويا اسبوعين ويدير العمليه وفي الدار ما حابينش يهضروا له، وكي نروحوا على بالي بلي باهي يتقلق ويفيق. خلي نهار يدير العمليه نروح نزوروه. معليش نرجعوا ليه من بعد العمليه. انا ليا هضروا لي على الغرب، الا حبيتوا نروحوا نشوفوا الغرب ومدى بيا حاب نشوفوا. انا الان ما نعرفوش، نعدي ويامات ونجيبك. انا قلت له كان ديما للشرق خاطش لتما زاد بابا وعمرها ولا راحت لتما. مهدي خالتك جابت واحدة الطفلة شحال شابة وسماتها ليسيا. مبروك عليها، ان شاء الله برك ما صراش نفس الحكاية كيما سرعت. بالك تقول هذا الكلام قدام حكيم. انا مبطل على بالي مهدي يتكلم معك على الفواياج. نعم اسمح لي تبدل كامل البرنامج. وعلاش؟ قداش نخليها وحدها مع بنتها؟ لازم نبقى معاها تريح مع خالتي خديجه. لا لا، انا عندي الطوموبيل ونقدر نروح لها الوقت اللي نحب. من بعد نروح لها، تحب تجي معايا؟ على حسب. شوفه ما انا رايحين للشرق للغرب، قعدوا لهنايا. علاش يا شباب؟ مازالوا الايام. راه ان شاء الله.